هاي جايز، كيف معكم؟ هوديكم هلا على عالم الحجر الصحي اللي انا عايشه فيه، وحقولكم كم من نصيحه. وين رايحة؟ عالمطبخ. سوي لي شاي. ما في طريقة صح أو غلط الواحد يعيش فيها بالحجر الصحي. إحنا عايشين بظروف أول مرة تمر علينا. أهم إشي يا جماعة حاولوا ديروا بالكم على حالكم وأهلكم، والله يسعدكم. سلام. هيفا، مساء النور. مساء النور. أهلا محمد، كيفك؟ تمام. أنا متحمس صراحة بشوف شو اللوك اللي بتطلع فيه هيفا. فوش السالفة؟ وش سالفة اللوك اليوم؟ والله صراحة أنا كل يوم بصحى وبشوف شو جا عبالي ألبس، وبلبس الشيء اللي بدي إياه. اليوم المود كتير ثقافي وكولتشرال، وجبنا خيمة وحطناها في الغرفة إنه على أساس يعني عم نعمل كامبينج تخييم، بس عملنا تخييم جوا الغرفة. فاليوم اللوك هيفا الحيوية هذه شفنا في الفيديو، يعني صراحة كنت أتوقع أن أكثر ناس يعني يشعرون بالسلبية بسبب الحجر اللي صاير هم الناس اللي متعودين يطبعون ويتحركون ويشوفون الناس. ما أثر عليك الحجر؟ كيف قدرت تلاقين هالحيوية في الحبسة في البيت؟ يمكن الشيء اللي ما بيعرفون الناس عني، هم دائما بيشوفوني بسافر من بلد لتاني تقريبا كل أسبوع قبل الكوارنتين. يعني لو تفتح السكيدجول تبعي الجدول كل اسبوع كنت اكون ببلد. والناس كثير عم بيجوني مسجات انه هيفا انت منيحه، انت تمام، احنا قلقانين عليكي. الجزء الثاني اللي الناس ما بيعرفوه انه انا كثير بحب البيت وبحب العيله وبحب الاهل وامخمخ معاهم. شفتوا بالفيديو يعني انا يا اكستريم عم بشتغل او على الاخر يعني تقريبا مود تسطيل بالبيت. مبسوطه فيه. وبتعرف محمد الشيء، يعني أنا اليوم كنت عم بفكر بالموضوع إنه هذا الحجر الصحي، مع إنه ممكن تستغرب، بس هو واحد من أسعد الأوقات اللي مرت بحياتي، لأنه كتير كتير عن جد مبسوطة مع الأهل. تقربت أنا وأختي أكتر، أنا وأمي دائما قاعدين مع بعض عم نحكي. إجاني الوقت لأفكر بأشياء كتير، ف يعني مبسوطة فيه. جعله دائم يا رب. هيفا يعني بدون شك، وأعتقد أنت صرت خلاص متعودة على الموضوع، ستايلات هيفا، هيفا وش لابسة، هيفا وش حاطة، هيفا كيف طالع شكلها. هل هذا من زمان ولا من بعد ما عرفوك الناس؟ يعني وإن كنتي طفلة كان هذا الجنون في ستايلات موجود؟ من وين جيك هالأفكار؟ شو اللي يطري في بالك؟ أنا كتير من الأشياء اللي بلبسها يعني ما بحب إنه أنا أتبع الترند اللي إشي اللي كل الناس بلبسه. ما بعرف ليش هيك أوتوماتيكلي بحب ألبس إشي مختلف.